مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في الحلقه الثانيه من برنامج مثل وحكمه. هذه الحلقه غادي نتكلموا فيها على الامثال الشعبيه اللي تطرقات لموضوع الصداقه. الصداقه هي التقاء نفسي وفكري كيربط ما بين الاشخاص وكيوحد المشاعر والعواطف بينهم. اختيار الصديق في الحقيقه هو اختيار نوع شخصيتنا وسمعتنا في المجتمع وربما مصيرنا في المستقبل. فشحال من الناس صبحوا صالحين وناجحين في حياتهم بسبب أصدقائهم، وشحال من الناس خسروا حياتهم وتحملوا الأذى والمشاكل المعقدة بسبب أصدقائهم. فمن الخطأ أننا نكونوا علاقات مع أشخاص ما كنعرفوش طبيعتهم وسلوكهم. ممكن تخدعنا المظاهر الشكلية أو الأقوال المزخرفة أو الهدايا والمساعدات الخداعة. في حلقة اليوم مشاهدينا اخترنا لكم المثل الشعبي اللي كيقول لا تشري حتى تقلب ولا تصاحب حتى تجرب. نخليكم مع آراء الشارع حول مثل اليوم. الحقيقة خاصة تصاحب عشان يجرب، لما تصاحبش ما غادي يجي يزق لك شي بزيان. خاص يجربوا، مثلا قال لك صاحبك تسافر معه باش تعرفوا واش مزيان ولا ما مزيانش. هادشي اللي كنعرف انا. انا كانوا عندي صحابي من قبل، وين كانوا معايا عار يقضوا مني شي غرض. اليوم عندي انا واحد صاحبي اللي هو صاحبي بحال خويا، ويمكن احسن من خويا كاع. نلقاه في وقت ما بغيتو نلقاه، زعما واحد ويني راه صحاب قليل واش تلقاو شي واحد يكون معاك نيت صديق بالمعقول وخوك صعيب. كتب عليك اختي راه مقاتلة على صحبة اللي تلعب دابا، ما جيكناش صاحبي صحاب مصلحة. كاين النفاق دابا صاحبي، شنو نقدر نقول لك انا؟ لا ما بقاش الصداقة بالنسبة لي. أنا مؤخرا تلاقيت مع واحد السيد لا برا مغربي، عارف هاد الصفة هذا؟ واحد شوية السيد تبدل، سد كاع لنا تليفون ما عرفنا كاع علاش، خبر علينا. هضر هادي راه سول اي واحد راه يقول لكم كاين صحاب الاول، شنو نقدر نقول لك دابا؟ راه ما كاينش اللي يوقف عليك، راه ما تستنصون درهم ما عندكش ريال، راه ما غاديش عندك شي واحد يقول لك واخا تصون عليه يقطع لك التليفون. وانا واحد صونت عليه قبل يقطع عليه التليفون صاحبك. ايوا ما بقاش ذاك الثقه اللي كانت فكري في الناس وكانت النيه وداك الشيء، دابا مصلحه خاصه ولات. مي يقدر كاين، ما غاديش نقولوا نعمموا لكاع الناس، كاينين يقدر كاينين صار لواحد اظهروا على والصديق باش تلقاه صعيب دابا في هذا الوقت. الصديق ديال بصح، اما الصديق ديال القهوه وداك الشيء راه كعرفها. لا بالنسبه لي انا الاصدقاء تاعي كنعرفهم انا كلهم مزيانين، ولكن غير ديك الصحبه ديال الدر سطحيه. اما المصلحه الخاصه مع تسلفك ولا يعطيك ما كنظنش. هذا الشيء اللي كنعرفه انا والله اعلم. إذن مشاهدينا كانت هذه آراء الناس حول مثل اليوم عن الصداقة، والحكمة هي معرفة المشاهد لأهمية هذه العقدة القوية اللي فطر الله الناس عليها، وهي حب تآلف الصداقة. إذن نختاروا أصدقائنا بعناية، وكيف قالوا سيدنا الوالى اختار رفيق قبل الطريق. موعدنا معكم في الحلقة المقبلة مع مثل جديد وحكمة جديدة. إلى اللقاء.